غضب واسع في دير بلوط بريف حلب بعد مقتل فالح الديراوي، أحد مهجري مخيم اليرموك، على يد مسلحين مجهولين قبل يومين. اليوم في أورينت بودكاست. أورينت بودكاست، نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا. أرحب معي مباشرة بأحمد خزاعي، مهجر من جنوب دمشق والمقيم في دير بلوط. يعطيك العافية أحمد. يعني بداية، لو بتحطنا بتفاصيل الموضوع وتفاصيل القصة، شو اللي صار؟ السلام عليكم أخي الكريم. الموضوع باختصار هو نتيجة مشاجرة عادية مثل أي اثنين. يعني كان القتيل راكب موتور هو صديقه، والقاتل راكب سيارة بيك أب مازوت، فصار ازدحام يعني على الباب الرئيسي. كان سيارات الشارع مرأة، يمكن رجع هيك نعرف شوي كذا كلاسر، يعني يمكن بدأ مشاجرة عادية وحصل شجار بيناتهم وراح. وعلى أساس عم نسعى إحنا بالصلح، إنه الأمر اللي تم، العملية القتل اللي تمت بعد حدوث هاي المشاجرة بست أيام. هم خلينا إحنا نتساءل إنه هاي، هل هي مبيتة للقتل؟ يعني إنه خلال هالست أيام إنه ماشيين بالصلح نحن، يعني ماشيين وعدنا إنه يعني بنفس اليوم اللي أطلقوا فيه النار عليه للقتيل، كنا متعدين تاني يوم إنه على أساس نروح نتم الصلح. وللأسف هذا اللي صار. يعني لا عملوا حرمة لرمضان، لا عملوا حرمة لأنه زلمة صايم، لا عملوا، ما بعرف يعني شو الواحد بيحكي. حسب الله ولا الوكيل، أطلقوا النار عليه بدم بارد. فيني أقول أن هاي مو عملية قتل، فيني أقول أنا عنها هاي عملية إعدام ميداني. يعني بصراحة اللي أنا هذا المنظر ما شفته غير مرتين خلال 12 سنة. مرة أحد الجنود الإسرائيليين الصهاينة قتل فلسطيني من نقطة صفر على الحاجز، مرة ثانية لما أزلام النظام شبيحته كانوا يعدموه كمان من نقطة صفر. بس إحنا زوار مع بعض، إحنا يعني إحنا ما بعرف يعني إنه يعني هلا اللي عم بيصير بالأقصى، ما كان الأولى إنه المقتول والقاتل يكون سوا معنا بوقف لنصرة الأقصى؟ ما كنا وفرنا دم على حالنا ووفرنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يرحمه يا رب. طيب بالنسبة للقتلة السيد أحمد، هل معروفين أسماءهم، انتمائهم لأي جهة تابعين؟ والله حتى الآن اسمائهم مو معروفة، يعني بجوز الأجهزة الأمنية تكون معروفة، إن إحنا مو معروفة. كونه الشخص اللي تسبب بالمشكلة يقال إنه سلم حاله، بس هو ما كان أثناء عملية القتل. يعني اللي إجوا قتلوا يعني هو بعتهم، هو ما كان. وكمان في حكي على انه تابعين لحركه نور الدين زنكي، بس انا ما بعرف الامور. يعني هذا اللي صار اخي الكريم، انه قتل بدم. يعني الشاب كانت معه زوجته، بات على المخيم، وصل زوجته وطلع، بيتفاجئ هو عند باب المخيم باربعه او خمس مسلحين مضربوه باخمص البندقيه على راسه، بيطرحوه بالارض، معه شاب ثاني بيبعدوه بيهددوه بالبنادق، وبيطلقوا النار على رجليه تنتين من النقطة الصفر. يعني أنا لما بحكي بكرر عن النقطة الصفر، يعني مفعول الطلقة بيكون من هاي المسافة أضعاف أضعاف لما بيكون من مسافة عادية. طيب وهذا اللي قال. بالنسبة للخلاف اللي صار سيد أحمد، يعني حسب ما فهمت منك وصار على أحد البوابات، لو بتحطنا أكثر بتفاصيل الخلاف، يعني هل هو فعلا خلاف يعني يستحق أنه تكبر الأمور لهالدرجة؟ لا لا ابدا. انا يعني مشاجرة عادية. هلا باي مكان بيصير بالنهار الف مشاجرة انا وياك، مثلا ضربتني طب ست ايام ما مثلا كفيلة انه يكون تهدى النفوس، حتى لو كان بغض النظر عن الحق مثلا على المقتول اللي هو من اخواتنا او على القاتل، بغض النظر مشاجرة يعني هاي استحق انه قتل. يعني انت طيب اذا انت يا اخي ما بدك تبيت نيه، طب روح في اجهزه الشرطه اشتكي عليه للشرطه. نحن تحت القانون، كلها تحت القانون، احنا تحت القانون. المسيء بيتعاقب، بس اما انا احط نفسي الحكم الخصم والحكم والجلاد، هاي القوانين ما بعرف. نحن وصلنا لمرحله للاسف الشديد. يعني انا كنت اتمنى انه اخوي ابو زيد فالح الدراوي القتيل، كنت اتمنى انه كان يكون قتيل على ايد الصهاينه، على ايد اقدام النظام،
هو تشرف يعني، هو وانا وكلياتنا، انه احنا اولاد ثورتين، احنا اولاد الثوره الفلسطينيه واحنا اولاد الثوره السوريه، واحنا نسيج من الشعب السوري. احنا ما قمنا وما تهجرنا الا كرمال العيون السوريين، وهي مو منا، مو منا، هذا واجب واقل الواجب. احنا متعايشين بالمخيم فلسطينيين سوريين بشكل يعني ما تخيل، يعني اي شيء يصير على واحد الكل مثلا بيسمعهم بيساعدوا بيقيموا بيحكوا. بس هاي مشاجرة عادية توصل لمرحلة القتل بنية مبيتة، وبعد ما تطلقوا عليه النار يدعسوا على راسه، تضحك وتركب السيارة وتروح. وخمس أطفال، خمس أطفال أستاذ، خمس أطفال، أكبر بنت عمرها 10 سنين، تخيل أنت معاي، تخيل هن هذا أولاد، الموضوع. أولاد فالح. نعم طيب بالنسبة للتحقيق، يعني حضرتك قلت إنه جاري التحقيق عفوا في بس، عفوا القضية، استاذ، السؤال عفوا استاذ. بالنسبة للتحقيق عم أقول، أنت حضرتك قلت إنه جاري التحقيق في القضية، هل يعني بتتوقعوا إنه يتم في تحقيق للعدالة؟ والله بصراحة يعني مطلقة لا، المحاكم للأسف ما يعني ما بتنصف. يعني هذا موضوع دم، موضوع كبير، المفروض أن تتخذ إجراءات. إنه هلا أحيانا عم بيلمون على ردة فعلنا، مثلا الشباب بتعرف متهور بفرط الدم. طب أنت شلون عم بتلومني على ردة الفعل؟ عم تنسى الفعل، الفعل قوي جدا، وردة الفعل يعني مهما كانت كبيرة طب عم تلومني عليها. ونحن من هون، انا من قناتكم بدي اوجه رساله، بس انه احنا مجتمع مثل كل المجتمعات، فينا الصالح فينا الطالح. ليه اخذين الامور كلها على انه احنا سيئين؟ احنا ما سيئين مثلا، يعني انا عم بحكي. وبالنسبه لاخواتنا في الشرطه، احنا ما لنا ضدهم، احنا مع اي مؤسسه حكوميه، واحنا تحت القانون. وهي هون في عندنا افراد من اخواتنا في الشرطه ساكنين معنا بنفس المخيم، جيران احنا، وتعاملنا احنا وياهم كاهل. احنا ما لنا ضد اي مؤسسه، بس احنا بدنا، يعني انا بعرف انه الشرطه او الامن بكل دول العالم، تمام، هذا الجسم بيتكون مشان اول شيء حمايه الشعب، انا هيك بعرف يعني. طيب انا اذا انا انت ما قدرت تحميني، انا معرض للقتل، شو اعمل انا يعني؟ شو اساوي انا اذا طلعت على الشارع؟ انا كانت انا واحد بيجي لانه منتمي للفصيل الفلاني او للعشيره الفلانيه، مع احترامنا للجميع، بتدخل النار علي وبروح يعني؟ ما بعرف، القانون غاض يعني، صار ما بعرف هذا. بس كله بدي انا شو بخوض من الاتراك كمان، انه يعني يطلعوا يعني ياخذوا بعين الاعتبار هاي المساله بالنسبه لمخيماتنا، يعني يكونوا يعني من ضمن الرقابه. يعني احنا خوضنا الاتراك، هم كانوا من اول الناس اللي ايدوا الثوره السوريه، واحنا مثلنا مثل هذا الشعب يعني. يعني احنا والله العظيم يعني مثل ما بقول، لولا اني اخاف والله ما قلت انه ضاقت فينا الارض بما رحبت احنا كفلسطينيين. طيب سيد أحمد، يعني كمهجرين الآن مقيمين في درب اللوط، وحاليا يعني الغضب الواسع الذي انتشر في المنطقة، هل تتوقعوا أنه يتم في تصعيد من قبلكم في حال لم يتم تحقيق العدالة، لم يتم معاقبة القاتل؟ والله اتوقع على هذا، لانه اولياء الدم، اولياء الدم انا ما فيني اتوقع عنه. انا مثلا لما يكون اخوي هذا المقتول، ما بيجي صديقي بيمون علي بيقول لي طول بالك دم، واذا شفت انت انه الدم عم بيزهر هيك يعني ما حقق عداله. بدي اضطر انا كل الشرائح السماويه والدنيويه كفلت لي حق الدفاع عن نفسي، انا بدي ادافع عن نفسي، انا ما بدي اتعدى على حدا، بدي ادرأ الخطر عن نفسي. انا مو انا كل انا قاعد ما بعرف اذا اتسمت انا واحد يجي يطخني مثلا، يعني لوين وصلنا رايحين احنا بهذا الموضوع؟ كأصحاب دم أو كمتكلم باسمهم سيد أحمد، اليوم نعم، شو هي مطالبكم اليوم؟ نحن مطالبنا امبارح صورنا بيان، ما بعرف اذا اطلعت عليه حضرتك، تمام، انه شكلوا لجنه من العشائر، مطالبنا هي تسليم القتلة، بس ما بدنا اكثر من هيك. احنا ما لنا يعني ما لنا خصام مع حدا ولا مع اي حدا، ما لنا خصام. يعني احنا اذا بيجي شاب من عندنا حل فورة الدم بده يتعدى على اي مدني لانه من البلد الفلاني، انا اول انسان بحكيها عبر شاشتكم بوقف ضده. احنا ما لنا خصام مع حدا، بس احنا بدنا حقنا، ما بدنا اكثر من هيك. أحمد خزاعي، مهجر من جنوب دمشق، نأمل أن تتحقق العدالة. أتشكر كثير تواجدك معنا في هذه الحلقة من أورينت بودكاست، يعطيك ألف عافية.